هيا عليك يا مصر، مصر ام الدنيا يا مصر. جابت العنب، جابت العنب يا محلا شغل عادي. شوف 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 ها، شوف العنب يا سلام، شغل عادل يا عيال. شوف 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 العنب ها، شيء طيب. اقدع ابن عمي، اقدع اقدع، وصل على النبي وعطنا رايك. ولا احد ما احلى منهم الا اخوي عباس وابو محمد. الله يعزك، ما عليك زود. طيب بعد صبر. والنعم، هذا اخوي طلع من الدوام وجه المحل الحين وقص علي وعطني مانجا ما يحضر. يلا ابوي، يلا 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 يا سلام. ها الخطيه ذا حق البيت، يلا وده وده وياك، وده حق الدوام حق الشباب ياكلون يا ابو يا ابو عبود. راح عليهم بالعافيه، عليهم بالعافيه، يستاهلون. يا 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 شغل عادل يا عيال، شغل طيب. مصر يا مصر، مصر يا ام الدنيا.